بسم الله الرحمن الرحيم. يبحث أصحاب المعاشات الذين يتخطى عددهم 10.5 مليون شخص عن موعد الزيادة الجديدة، أي زيادة في المعاشات؟ هذه قناتكم، قناة خبرنا اليوم، تتمنى لكم كل السعادة. أترجو منكم التفضل بالاشتراك في القناة واللايك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. موعد الزيادة الجديدة والتي تقرر من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في كل عام، وتكون زيادة المعاشات كل عام في مطلع يوليو وفقا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على زيادة المعاشات سنويا، إذ نصت المادة رقم 35 أنه تتم زيادة المعاشات المستحقة يوم 30 يونيو من كل عام اعتبارا من يوم 1 يوليو بحد أقصى 15% زيادة، ومن المقرر أن تكون هذا العام حتى الآن في هذا الموعد 1 يوليو بمشيئة الله ستزاد قيمة المعاشات بنسبة 15% على الحد أقصى كما هو مقرر في هذا القانون. في العام الماضي تمت هذه الزيادة نظرا للظروف الصعبة الاقتصادية، تمت في أول إبريل 2022. هل ستقدم هذه الزيادة المقررة في شهر 7/2023 كما كان في العام الماضي إلى شهر 4؟ هذا ما لم يقرر حتى الآن، ولم تقرر أي زيادات أخرى أعلن عنها مسؤول كما يدعي البعض. لم تعلن أي زيادات في المعاشات حتى الآن. نتمنى ذلك، أن تكون هناك زيادة تعين أصحاب المعاشات على هذه الظروف الاقتصادية التي نمر بها جميعا. أتمنى وأنا معكم من أصحاب المعاشات أن تكون هناك زيادة أخرى غير هذه الزيادة التي هي حسب القانون مقررة في أول يوليو بمشيئة الله 2023. أتمنى لأصدقائي أصحاب المعاشات كل السعادة وكل التوفيق، وأعانكم الله وأعاننا على الظروف الحالية. نشكركم لحسن استماعكم، نرجو التفضل بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك حتى يصلكم كل جديد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.